الفيديو اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي متصور في مدينة الأقصر أثناء انطلاق 70 رحلة للبالون الطائر واللي كان عليهم 1750 سائح. جمال المشهد واللي أظهر سماء مدينة الأقصر وكأنها مزينة بالبالونات خلى الفيديو يحقق ملايين المشاهدات على كل وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أنه الرحلات دي كانت بتحصل بالتزامن مع الاحتفالات بعيد القيامة وكمان توافد السياح الأجانب على مصر للاحتفال بيه.